حتى بالنسبه لدابا غالي على المواطن دابا 20 درهم دابا اش كنبيعوه، ولكن ما كاينش فكان والو والو، البيع ما كاينش دابا على قلت لي 20 درهم كيزيد وبزاف. هادشي اخويا الثمن ديال الدجاج 20 درهم ومطيشه 12 درهم، هادشي راه بزاف على المواطن الصراحه. قالوا حنا مضروري دابا على بالكين، دابا السوق الفيرما دايره 350 318 درهم 19 درهم بالنسبه للاثمنه ديال السوق، والحمراء كنا كنجيبوها غير ب 8 درهم، دابا اليوم صبعت 13 درهم في السوق الحمراء، 13 درهم في السوق دابا. بالنسبه دابا ما كاينش الغلا والعلف غالي، دابا الخرجه ديال العلف كنا كنشدوها دابا ب 5000، دابا 5600 دابا بالنسبه للعلف غالي وكل شيء غالي دابا. لا والو الاقبال على الدجاج والو دابا، كنضلها قاعد في المحل دابا، كنخلصوا الضو من جيابنا وكنخلصوا الضرائب وكنخلصوا البلاستيك وداك الشيء، ولكن الفكان ما كاينش. ودابا حنا في رمضان نقدروا، ولكن الدجاج دابا غالي، الفلوس دابا داير 5 دراهم 6 دراهم بالنسبه للدجاج غالي دابا خويا، ما كاينش فكان ما كاينش، الله يعمر الله تعالى يصاب. وبالنسبه للدرويش دابا بحال دابا الانسان كيخرج معاه 100 درهم اش غادير ليه؟ مطيشه هي دابا 12 درهم، الرومي 20 درهم، الحمراء هي دابا كنبيعوها ب 15 درهم، الفكان ما كاينش اخويا والله الفكان ما كاين، باقي البيض دابا 24، دابا البيض حاليا 24، الله يعمر الله تعالى يصاب وصافي. واو دابا راه باقي هانت الحمراء، انت كتشوف الحمراء تبقى عامره بالحمراء وكل شيء عامر دابا، دابا لا الله هو هذا. والرومي دابا الفكان راه ما كاينش، حنا باركي الحمراء تاع خاوي انت كتشوف داك الخفيز كتضل عليه النهار كامل هنايا. والو راه ودابا 20 درهم جكيلو ب 42 درهم بالتصاوب، علاش غدير؟ راه بالنسبه للمواطن راه بزاف عليها اخويا، بالنسبه للناس الدراويش دابا راه بزاف عليهم. دابا الناس كياخذوا 1000 خاط، كياخذوا 5 دراهم 7 دراهم، دابا جناح دار 18 درهم، الجناح اللي كان داير 10 دراهم دابا داير 18 درهم. والو اخويا الناس دابا ما كياخذوش كاع الدجاج كاع، كياخذ داك 10 دراهم ولا هكا فخايل شويه باش يبان لنا صافي. دابا زعت السقيط دابا سقيط، ولكن الفكان الحوانت راه باركين دابا، دابا 18 درهم اليوم السوق، 17 ونص 18 باش كاين في الفيرما، عاد الكسور ديالو كنجيبو حنا ب 50 درهم القفز، وعاد عاوتاني هذاك راه باركين. الناس الحمراء كنا كنجيبوها ب 8، دابا اليوم صبحت دايره 12 13 السوق. البيبي تا هو دابا طلع، دابا بيبي تا هو بدا كيطلع، دابا الناس راه مكرفسين دابا الناس والله الا شحال واحد كيتقدى عندي هنا كتقول لي والله ما كندير الخضره، كاع الكليان كيتقداو عندي بعض المرات كيسولوني كيزيدوا، الناس المسؤولين يرخفوا شويه والماكسيمو ديال الدجاج هو 15 16 باش كياخذوا المواطن، 15 مزيانه باش كياخذوا المواطن. بالنسبه اخويا الا شتي غلاء بزاف بحال دابا الحمراء هي شو كيدايره دابا كنبيعوا حنا كنبيعوا فيها حنا ب 15 درهم راه حشومه عاود ثاني. بالنسبه لهذاك الناس خصهم هذاك اللوطومات كيبيع فيها صاحبنا دابا ب 12 درهم بزاف، مطيشه 12 درهم، البصله 7 دراهم بزاف اخويا، خص الناس المسؤولين يشوفوا من الناس الدراوي شويه. والناس والله العظيم الا راه ما شاء الله مكرفسين، مع تلقاتهم كورونا عاود ثاني وغادي يزيدوا عاود ثاني، الله يعمر الله تعالى يفرجوا، نطلبوا من الناس المسؤولين شويه يرخوا من هاد الناس الدراوش.